مساء الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بكل مشاهدينا، مرحبا بكم مشاهدينا على الوطنية الأولى في العدد الثالث من منوعة أنا ويسر. مساء الخير يسر، مساء الخير مشاهدينا الكرام، وشكرا على اختياركم القناة الوطنية الأولى. ساعتين من البث المباشر، إن شاء الله تستمتعوا معنا وتقضيوا وقت ممتع. اليوم ضيف مميز في أنا ويسر، استنيتوا حضوره بحضانا، صوت تحبوه برشا، صوت يحبوه برشا، وضيفنا الليلة هو زاد اللي اختار باش يكونوا معاه نجوم اخرين وضيوف هو اللي اختارهم، وهذايا بالاساس فكرة البرنامج. صوت مميز يعني بهذا بشهادة وباعتراف من الفنانين الكبار العرب والتوانسة والعرب. نستقبلوا مع بعضنا مهدي عياشي. عيني الطماعة تستنى الساعة ورا الساعة، والقلب وجاعها كبرت واش اللي داويها، عيني الملهوفة تستنى باللحظة تشوفها، قلبي من خوفها يرتاح كيف يلاقيها. عيني الطماعة تستنى الساعة ورا الساعة، والقلب وجاعها كبرت واش اللي داويها، عيني الملهوفة تستنى باللحظة تشوفها، قلبي من خوفها يرتاح كيف يلاقيها. وعلاش يا نسيتيني جعلتي عيني تمطر ودمعا على طلل ذكرى، أحلم ببيت جميل يجمعني أنا وياك، وعلاش يا نسيتيني جعلتي عيني تمطر دمعا على طلل ذكرى، وعلاش خليتيني أحلم ببيت جميل يجمعني أنا وياك. مرحبا بيك مهدي العياشي، منورنا في أنا ويسر. مرحبا بيك. منورة بيكم يسر ويسر، وتحية ليكم وتحية المشاهدي الوطنية الأولى. مرحبا. واحد ديما كيجي الوطنية يبدأ فرحان، خاطر هذه دارنا الكبيرة، وسعيد جدا بلقاكم وباستضافتكم ومحلى لمتكم، وان شاء الله سهريه تعدى حلوه. يعيشك. تعرف اللي برشا ناس فرحوا برشا اللي انت ضيفنا الليله، وخاصه فرحانين اللي باش يسمعوا برشا اغاني محلاهم ويحبوا ياسر صوتك. هذا نحب نوصله لك، اكيد انت تعرفوا، اما جاتنا برشا رسائل ايجابيه. المهم انا نحب نذكر اللي يعني الكونسيبت نتاع حصتنا، الضيف الرئيسي هو اللي نتشاوروا معاه ويختار هو الضيوف اللي يحبهم حاضرين معاه. صحيح. في البلاتو. والليله مهدي متنوشه نقولوا احنا، ناس يعزوا عليك، ناس قراب لك، ناس منهم هما باش نجبدوا برشا حكايات وباش نعرفوا جانب اخر من مهدي العياشي. نبداو بالضيف الاول. مرحبا. اللي هو فنان ممثل ضامر في حضوره، وتبارك الله عليه معناتها مسيره كبيره. نخليك تقدمه ولا نقدموه انا ويسر؟ والله انا نجم نقدمه في كلمه ونخلي لكم اكيد يعني انا الضيف هذايا اللي علاش خاطر سرت مومو في اول ما جيت لتونس، انا خاطر كنت نقرا في بنزرت وكل فنان برشا نحسه مظلوم في تونس، الموهبه نتاعو ما خذتش برشا حظها، بوتيتر شوا منه هو اكيد تجيو نحكيو معاه اكثر، مي ان شاء الله ياخو اكثر حظ. تحيه كبيره للفنان والممثل محمد علي دمق. محمد علي دمق. مرحبا.
مرحبا يا محمد علي. مرحبا بكم عسلامة بالمشاهدين الكل اللي تفرجوا فينا توا على الوطنية الأولى. مرحبا محمد علي، ذكريات كبيرة تجمعكم وبرشا حديث باش نعرفوه من بعد. نمشي مباشرة للضيفة اللي أنت حبيتها حاضرة الليلة، وذايا ديما نعرفوه كل فنان عنده ناس تعز عليه في المجال الإعلامي وناس أكيد. وقفت معاه وتبعته في مسيرته. أكيد الضيفة هذه وقفت معايا زادة كيف كيف، كانت موجودة وراء فترة كبيرة في حياتي اللي هي نجم نقول اللي هي عرض الزيارة. أي؟ كانت من جنود الخفاء، ما تظهرش برشا كيف كيف في الإعلام. ديما نحب نعطي قيمة للناس اللي ما تظهرش برشا واللي هي مهمة برشا وعطاو برشا. ملا نستقبلو نستقبلو نوال بيزيد. نوال بيزيد، مرحبا نوال. مرحبا بك نوال. سافا لاباس؟ نوال بيزيد صحفية في إذاعة موزايك، مرحبا بك. ايه مهدي اختارك الليلة معانا حاضرة. اي وذا شرفتينا برشا حاضرة معانا. يعيشك، فرحت برشا، انا اول مرة نحضر في الترجمة الوطنية. مرحبا، فرحت كي كلمني مهدي وفرحت بالبرنامج ويسر ويسر نعرفكم اللي عندي برشا وفريمون بالحق ميرسي بوكو، ان شاء الله نعدي سهريه. مرحبا بك ونوال، محضرت لك راهو اسئله غير رد بالك، راهي تعرف عليك كل شيء. مش تدمني لينا دخلت لي احنا اصحابنا جورناليست معنا زاده من عش، نقول خو صديق هو الفنان، هو اللي يجمعكم الفن، فما برشا نقاط التقاء وفما حتى ربما كي يسمعوا الاصوات يلقاو هكا رابط معين. صحيح. مع بعضنا نستقبلوا محمد علي شبيل. محمد علي شبيل مرحبا. مرحبا بك محمد علي شبيل. سلامة. فما برشا نقاط صحيح تجمعكم انت ومهدي، والليله نحن باش نتمتعوا برشا بثنائي زايده على مستوى الغناء، باش نتمتعوا في اللايف باصواتكم الاثنين، وفما تناغم بيناتكم كبير وانسجام كبير، ويظهر لي هو ما خممش، يعني ما قعدش يخمم برشا من اللي قلنا له اول الاسماء كان اسمك انت الحقيقه. يعطيه الصحه ويعطيكم الصحه على الاستضافه، ان شاء الله نعديو وقت باهي، احنا اصحاب ديجا ومستنسين بعضنا دونك لاباس. باهي احنا توا خلي سيد المشاهدين يسر يفهموا اللمه هذه الحلوه، اكيد فيها خفايا، فيها علاقه كبيره ما بيناتكم. كان نبداو توا مع محمد علي دموق. أكيد. الأول اللقاء اللي قالوا قايل شنية على محمد علي دمق مهدي عايشي، يمكن أول مرة يراكم الاثنين في بلاتو وبعضكم. هو مهدي تقابلت معه 2005. أي؟ كان هو يتديون في المعهد العالي للموسيقى، وقت اللي كانت الدنيا باهية وثم إرادة سياسية متاع عمل ثقافي. اجتمعوا زوز مبيتات في 2005، مبيت مدريد ومبيت باب الخضرة، وطعمنا برشا عناصر من المعهد العالي للموسيقى وعملنا حفل اوبيريت لايف اسمه عروس الخضرة، وكانت بطولة السيد هذا مثل جون بريمي مثل وغنى. وقتها كان اكتشاف مهدي، الحكايه هذيك فيها برشا اسماء كيما وسام القروي تو المجهول تحيه، خالد سو اللي زوجته ريم مذبوح عرسوا في السبيكتاكل هذاك، عرفوا على بعضهم وعرفوا تمثيله ما ركزتش فيه، قعد غادي. لا مثل معناها عمل، معناها عرض فيرالي من العرض ارليريك، معناها يمثل سورسين بالمشاء يزمك تشوفوه هو يحبه. فهمني صار ما تصورش يدور لي ثم نسخه ثم تراس مفقوده، انا حبيت نلقاها في فيسبوك ما لقيتهاش. فهمني عرض مزيان برشا دام تقريبا ساعه. قلت الممثل حاضر في كليب عيني الطماع. عندك شويه معناها الكليب وقت اللي خرجت للناس حسوا لي فما حاجة جديدة، مش مهدي المغني فقط، فما حاجات دي غريماس وحاجات ودور هكا متقمص وكل. إيه بطبيعة، يعني في الدراسة في المعهد العالي الموسيقى فما برشا فروع منها الغناء
الركحي لا إليس اللي لا إليس اللي هما مخ... هما خ... أنا ما خلطش عليه علي. محمد علي خسارة ما وقت اللي أنا العام الأول بتاعي نحاول لا إليس من الانستيتو بالضبط ما هو خلطت وهي مهمة برشا مهمة اللي هو الحضور الركحي للفنان الابريفياسيون بتاع شنو الكلمة ALS آر ليريك سينيك آر ليريك سينيك فوالا بي نوال توا كي صحفي قرر باش يتبع فنان من بداية مسيرته مش حاجة اعتباطية لازم يكون فم علاش طبعا أنا أول مرة مشيت كمتفرجة لعرض الزيارة وعندي أمتي ريبورتاج وقت باش نخدمه وقت حكيت مع سامي لجمي مي قعدت نتفرج في العباد في ليزارتيست مهدي من لي سوليست من الصفة الأولى وكان عنده حضور ركحي زيادة حتى كان هو قاعد لكن عنده شخصية في السبيكتاكل عنده أغنيات ودي سولو وهو توا مهدي يمثل لو مومون فور ظهر لي في الزيارة وقت اللي غني نوبة متاع بنزرتي غني نغارة وليت العباد تشيخ برشا مع ويستناو فيه المومون هذاك دونك من وقت هذا في 2014 ومن بعد وليت نخدم مع زيارة كاريمون مع لو سبيكتاكل وسافرنا مع بعضنا وعملنا دي ديبلاسمون دونك ولينا اصحاب ذاك علاش انا ومهدي دليل وتريو معناها احنا اصحاب برشا في الدنيا تريو دونك نحكي احنا اصحابنا مع بعضنا بالكدي احنا نوال زاد كنت مانجير تاع سبيكتاكل نتاعو هو من نوال سبيكتاكل تاعنا وجهاد الخميري نوال زاد هي كانت اللي هي بال مانجمنت هذا باش خلينا نعرفوا برشا حاجات عندي عليهم برشا اسئله اللي ما نراوش فيهم محمد علي شبيل اي انت يمكن الجمهور تفاجئ بيك في ركح كارتاج في حفل امينه تاخذ وقتها كانت الناس الكل خاطر تخدم يعرفوك نجم نقولوا نخبة نوعا ما مازالوا يتعرفوا على محمد علي شبيل مي كانت المفاجأة ليلتها للجمهور العريض اللي ما يعرفكش وعرفوا بداوا يتبعوا في ستيل متاع محمد علي شبيل اي دو 2018 في كارتاج مع مينا فيخت في لي دو سواري اللي عملتهم مينا فيخت وقت بنيتهم نهارين غنيت في البريمه دونك غنيت يوم كيف الريح في البريمه فما خدمه قاعده تحضر بيناتكم الزوز حاجه هكا خدمه في الصحبه هذيا باش تخرج لنا فما حاجه سبونتاني عملناها في دار صحابنا كونفينمون تقابلنا يعني كيما نتشاوروا يعني تشاوروا بعضكم ما فماش يعني حتى كان هو عنده لحن يسمعني انا عندي لحن نسمعه دونك فما برشا تواصل وان شاء الله علاش حاجه ان شاء الله ليله باش نسمعوكم مع بعضكم اكيد بي احنا توا راهو عندنا مشكله ليله انا ويسر على خاطر احنا ماذا بينا نعرفوا عليك برشا حاجات اما لي فانز نتاعك والساده المشاهدين باش يتغشوا علينا لو كان ما نخليوكش الوقت ونسمعوك في الغناء زيد باش نسمعوا ليلى حاجه انا ما عنديش فيها دخل انت ما عندكش فيها دخل ما نقدمها انا احنا نحبوا نسمعوك عند ليب في حاجه ديفيرون تاع الزياره خلينا نكتشفوا زاده مهدي العايشي في جانب اخر وفي نوع اخر تربو نوع اخر نسمعوا كامل الاوصاف كامل الاوصاف تفضل مهدي يلا موك تسهر تغني علموك شوق الحبايب علموك تسهر تغني علموك شوق الحبايب علموك تسهر تغني علموك شوق الحبايب علموك تسهر تغني 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 علموك شوق الحبايب علموك تسهر تغني ليه خدوني ليه
ذوبوني غربوني ذوبوني غربوني ذوبوني خربوني العيون السود. مثالش نحب نقول على خاطر ديما نفضل نسمع العندليب في غنياته وقليل وين هكا نفرح كي غني، وخاصة كي تبدأ عامل الشخصية الخاصة بيك، خاطر يمكن المشكل ديما كي يجيو يغنيو العبد الحليم يحاولوا يقلدوا، محلك كي غنيت بصوتك أنت زاد تعطيت للغناية جمالية، ونحييك على الحكاية. يعيش يسر دونك نحب مش خاطر قبل نحيي الفرقة الموسيقية بقيادة الأستاذ عباس بلقيد أكيد ياسيغ، ونحيي ومحمود عياد على البيانو، سي بشير سي سامي تحية أكيد لي أي سرتو اللي بديت الوطنية، أنا عندي مدة تنحكيهم بعد دونك عندي ذكريات كبيرة معاهم، وبرجوع للبصمة ديما نحاول لك باش نقدم حاجة مختلفة، نحب الفنانين نسمع الفنانين ما نحاول نحط حاجة بصمتك أنت إن شاء الله نكون وفقت وكان طوى مهدي. أحنا كي حكينا ويمكن نعرفش كان يوافقوني كي حكينا قلنا لي أنت توا في مرحلة شوية هكا صعيبة شوية لأنه الناس حبتك في الزيارة صحيح، كيفاش أنت توا باش تدخل بأسلوب خاص بيك وتقنعهم كما قنعتهم في الزيارة؟ هي هذيك الصعيبة أكيد، الناس يعني تستسهل أن تسمع مهدي في نغارة في الجو الصوفي والجو الديني، يعني يكون المتلقي يستنى منك شيء هذاك دونك تنجم تشوكيهم أنت كي يسمعوك في وذاك. كيفاش جت تجربة The Voice اللي زعزعت شوية الإيماج متاع اللي قدمتها قبل ولا أي. محمد علي نسمع رأيك كيفاش نشوف توا نسمع صوتك رأي هو موسيقيا ساعة المساحة متاع الصوت مهدي تبارك الله عليه، معناها عنده مساحة شاسعة في الصوت. وعلاش ما دورتش بالكرسي؟ علاش قلت عليك كيفاش ندور لك؟ ما ندورك تباعد 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 دونك الصوت تبارك الله موجود. الصوت عند تم برشا فنانين عندهم صوت، لكن اللي تميز به كيما نرجع ونقول لك يمكن التنشئة، يمكن هو الإحساس متاعه أنه مهدي فنان عنده إحساس، ثم إنرجي، هذا اللي يفرق. معناها تلقى عباد نجم يكونوا يغني لك عنده مساحة كبيرة، نجم يغني لك برشا حاجات، يكون سوبرانو كبير، أما عندوش الإحساس اللي عند مهدي. وهذا نشوفوه حتى يخدم برشا في لي ريزو سوسيو، يفاجئنا ديما باللي ريبريز على لي ريزو سوسيو هذوما. معناها الإحساس هذا معناها سي سور راهم متعذب في جرة لي فانز علق ما دام جبت الليفان جابش نوريك الليفان ما يرقدش الليل ما يرقدش الليل قال لك يسر احنا ليفانز بعثونا بعثونا وما دام جبد لي ليفانز احنا عندنا دي فانز نتاعك. مرحبا بالناس احنا هكا سمعوا بالليميسيون دونك حب يوصلوا لك ميساج، نشوفوا الفقره هذه ومن بعد نرجع. سلامة مهدي، إن شاء الله تكون لباس. حبيت نسألك بعد ما تعديت في The Voice ليلك ولا زاهي ولا ما هدولش الشهرة بدلتك على أصحابك وبعدتك عليهم ولا خلتك كما أنت؟ ها
عسلامة أنا آية آية ليانا، حبيت نقول مهدي العياشي أنا نحبك برشا وحبيت نسألك شنو عندك جديدة؟ باي باي يا متعنطو. مهدي عياشي شفناك بعت على الأضواء شوية، زعما تحضر في حاجة جديدة؟ مهدي العياشي كان مربحش في ذا فويس، شنو كنت تخير روحك باش تعمل؟ باش تكمل في مسيرتك الفنية وإلا باش تكتفي بالزيارة؟ هذوما لي فانز اللي سألوك تحب نرجع لك شوية، قالوا لك الليل زاهي ولا زاهي ولا ليه؟ الليل ديما زاهي بيهم بمحبتهم أكيد، والله حاجة تفرح برشا. جديدك يسألوا فيك على جديدك؟ جديد إن شاء الله، يعني هذه سكوب على الوطنية إن شاء الله، قاعد في اللمسات الأخيرة للفيديو كليب، الأغنية جديدة إن شاء الله باش تكون باش تصور، وكان كل شيء يمشي بالكدا إن شاء الله قبل رأس العام ندخلوا بغنية جديدة إن شاء الله. الشهرة بعدتك على أصحابك؟ مستحيل مستحيل، يعني أنا قبل يعني عن يعني أصحابي هم أصحابي، أصحابي من الفن، خاطر الأكثرية أصحابي من الفن، ونسحق لهم أصحابي في النصح، نسحق لهم في باش أنا ما نحيدش على شيء لنا. ويمكن هوني حتى باش يا إما نأيدوا كلامك ولا ليه، هو ينجم محمد علي ودوايل زي دا يقولون كيفاش قتل عليه قاعد يبدل مادي، كيفاش هو كإنسان نحكيوا لنا عليه برب لا عنا ما نحكي هو الحقيقة نحب نشكر الواحد بالواحد يعني الواحد بالواحد هو قعد كما هو، أما الخرجة معاه وليت مرار، يعني وقفوك 6000 واحد باش يتصوروا، يعني من الاخر مش تو سبع حتى تو يعني تنجم تخرج معاها باش تقضي قضيه نتاع احمد ربي مازال يخرج معاك نجم تقريجا احمد ربي ديجا مازال خرجنا شربنا قهوه تصوروا معاه تصوروا معاه تقعد تخرج معاها على دراج ترسيلك تضرب ساعه وانت تستنى في سيمادي كمل تصور وذي زاد يدول لي هو سبونتاني، فما ناس اخرين يقول لك يلبس مرايات ويخبي مش يعرفوش البافيت هو ما يقلقوش البافيت تخبي لمحل طول حاجه تفرح. لا هذاك هو مهدي ديما اكسيسيبل، في اي وقت تتكلم ويهز عليك يجاوبك في ريزو سوسيو ديما موجود، تبيعته هي بيدها، غششت عليه بيريود نقولوا هي اجا وقتها للغاديو يقول ما نحبش نقدم ما عندي جديد فوالا ما نجيش هكاك كان ما عندي جديد كان ما عنده جديد ولا. احنا اليوم في انا ويسر انا جديد جديد زيدا عنا إليزيونيست ويوم إليزيونيست وحتى للجمهورنا والضيوفنا زادا خنبدلوا شوية الجو نعرف شنو بش يعمل فيكم ولا شنو بش يعمل مع بعضنا نستقبلوا وسيم البليدي بليدي فاضل وسيم فاضل وسيم مرحبا بك بحذيك احنا هنا جايين بحذيك مرحبا مرحبا مهدي يجي معنا ومعك الميكرو بتاعو زادا يجي بحذينا مرحبا مهدي جي اي ولا اي مهدي تفضل بحذينا اهلا وسهلا وسيم مرحبا بك تفضل مهدي عسلامه مهدي عسلامه يسرى بون انا حضرت حاجه اليوم شافرح بك بزيد هكا انا فرتول برسكو ليزا انت هكا شويه صار انا طول شويه باهي مهدي جبت معايا 52 كارت دو جو داكور 52 كارت مختلفين كل ورقه يعني مختلف على اختها داكور باه باش نحل ايفونتاي كيما هكا باش نحل لي كارت كيما هكايا مهدي نحبك تو شوازي اون كارت parmi les cartes الكل حط عليها صبعك اختار اون كارت حط عليها صبعك وخرجها هذه وخرجها بعيد على لي كارت مهدي نحبك تشوف الكارت فازي انا ما نشوف الجمله تحفظها وريها للناس الكل وريها الناس اللي في ديارهم وريها الكاميرا وريها للناس الكل ما تلفتش صافا وريها للناس الكل داكوردو نحبك ترجعها في اي بارتي في الكارت دور انت دور فازي 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 لا رجعها في اي بارتي من غير ما تعمل حتى شيء خليها كيما هكاك جبت معايا الباغيت ماجي نتاعي باش نشعلها هكا شويه باهي مهدي الكارت اللي هزيتها هذايا ما تعني لك حتى شيء تخيل تراها الكارت هذه شنو تنجم تكون تعني لك في حياتك تعني باهي مهدي شوف جبت معايا بابي كيما هكا داكور باهي باش تشد البابي هذا من غاديكا وانا باش نشد من هنا وباش نحاولوا نوصلوها بتبتي باش نعاون بالباقيت ماجي نتاعي وحاول توصل هالي حاول توصل لي الكارت نتاعك نوصلك لك انت ولا سي 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 حاول توصلها حاول تخرجها من مخك تخليها تهبط هكايا لين توصل لهنا
هذي مشكل مش مشكل مش مشكل نجم تعبر نبر مش عبر شو بدي هيك يا مهدي شد الهدية شد الباكيت ماجي صافا 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 جوست تكتب هيا مش خلي لكم هيك يا سي بون جوست تعاوني شويه بركه مهدي صحيت ميرسي بالفلوس رانا نعاونك شنو على خاطر ستار باش دلنا باش تبدا تكتب كيما هكا بدات واضحه هي بدات واضحه واضحه جست على خاطر فما شويه هواي وما بدات واضحه تفيت لك مش مشكل قلب دونك واضحه سينو للناس اللي في ديارهم خاطر فما شويه هواء ومهدي مش قاعد يوصل لي فيها بالحق الكاش خاطر توصل لي يا اخي كتشعل في اما شنو تنجم تكون الكاخت هذه نشوف فيها 9 كور اللي هي 9 دو كور داكور باه نحلينا الورقه باش نخليوها لهنا باه باش نلم لي كاخت كيما هكا داكور باش ناخذ من عندك الكارت وباش نحطها لهنا اسكو قاعده تشوف فيها لهنا لا سور باهي لي كارت وريتهم لك اللي هما مختلفين سي انت حطيتها لهنا سي حطيتها كيما انا باش نعاود نهزها كيما هكا وباش نحطها لهنا ما عادش باش تشوفها كريم اما شوف باش ناخذ الكارت هذه وباش نعاود نرجعها وسط الباكي والحاجه الحلوه اللي باش نخليهم لك الكل نوف دو كور مهدي مازال رقم 9 ما يعني لك حتى شيء في حياتك مهدي وقتاش مولود 9 شنو يعني 9 جويليا داكور ليميسيون اليوم وقتاش تبدا نوع 9 ما كانتش وزاغ الحكاية به نحب الناس اللي في ديارها اللي قاعدة تتفرج فيها توا تدخل على الكونت انستغرام متاعي ماذا بيا كان يعديوه تنشوفوا لي فوتو اللي هبطت البارح تصويرة ماذا بيا كان يشوفها مهدي شد هكا الكارت دونك هذايا الانستغرام نتاعي شوفوا اول بوبليكاسيون جوست لي بعدها انا ويسر في دي نوف دو كور لي بعدها سامحوني ميرسي سي بون اما خليك شددها هكا برافو سي بون بوبليكاسيون هذه سي انا ويسر ما كان حتى شيء اعتباطي معناها عبر مهدي جوست التصويره نحبها تصويره وحدها متاع أكبر. حب الناس الكل تدخل وسيم ولا. بليدي ولا تصويره ميرسي بوكو وسيم مازال حاجه اخرى جوست باش نحي اللي باش نحينا الكورونا وقتاش قول انا اسمه وقيع ولا عطروس على الحكايه هذه مش انا باي عندي لهنا بريكي فارغه باي يوسف تحل يديك هكا باش نحط البريكي لهنا سكر عليها سافا خلي يديك هكا يسر باش نعطيك فوتر باهي شنو اسمها ليميسيون يسر انا ويسر اكتبها بالفوتر
سي بون سي بون. باهي وقتاش تتعدى كل وقتاش؟ كل نهار كل سبت. داكو اكتب لي كل سبت فازي. كل سبت باش ناخذ اللي كتبته الكل وباش نطبعوا لهنا. واو لا لا برافو برافو يعطيك الصحه وسيم. ميرسي برافو وسيم يعطيك الصحه. برافو وسيم يعطيك الصحه ميرسي بوكو. وريها لنا عاد خلينا نشوفوها مليح نراوها مليح. فوالا وسيم بليدي الليزيونيست اللي نورنا اليوم انا ويسر. ميرسي وسيم يعطيك الصحه. مهدي يقعد بحضينا والسيدة المشاهدين باش نمشيو توا نشوفوا فقره مصوره مع مهدي ومع فارس اللي كالعاده يهز ضيفنا في ظروف وفي امكنة مش من المتعودين نشوفوه فيها. باش نمشيو على غير العاده مع فارس. نعمل هوني انا لهنا في بنزرت على الصباح نلقى روحي في بنزرت. قولوا لي فاش قاعد نعمل اليوم ضيفنا في بنزرت ربي يستروا مني. هيا برا تبعوني شنو باش نعمل فيه. على رئيس البحر يا رفيقي نظرة يا باجي يا فكك الموصد يا طبيب اللي عنده علاجي. والله ماذا بي أعبر وينك أي؟ هاني خوي هاني. أنت توجيتني في الممو اللي شيخ فيها مع الأخر ذكروني بصغري. نحن توا في ال باش الناس اللي تتفرج فينا يعرفوا نحنا وين بالضبط. نحنا في بنزرت في المية الزرقاء تحديدا. ايوه البنزرتية يعرفوها اكيد. علاش اخترت البلاصة هذه بالذات؟ انا البلاصة هذه والاكتيفيتي هذه والنشاط هذه قاعد نقوم به يذكرني بصغري. معناتها اليوم باش تفطرني حوت؟ لكن عاد لازمنا شهرين اخرين باش نطلعوا حوتة. ما عادش الوقت كالوقت قبل كان جيتي وانا صغير نفطرك حوت. بالك الشهرة هربت عليك الحوت؟ لا لا جامي زابا. شو المسيت محلام شو؟ لا لا الشهرة ما بدلتي شيء بالعكس. مادام نحكيه على الصغر اي باب غير البحر اكيد. كنا نحنا كنا صغار ما فماش واحد فينا في المكتب ما حبش بنت القسم. ما حبيتش وعمري عمري ما نحب. حبيت مرة ناري حرة ولكن ما قلت انت يا مش بو ما نسميش حب ذاك يتسمى. اكيد عندك برشة طرايف كيف المكتب جينا هكا قرصة من القرصات اللي عملتها. اي كنا نقلدوا اصوات الحيوانات كنا ندخلوا نبتة ذي سميوها نحن صغار نذكروها نبتة تعمل ريحة خايبة هي في القسم. اياست منك حكاية الحوت. ايا برا نقوم ونكمل نحكيه مش خيرة. شخير خويا شخير. كلمة تحب تقولها لأمك؟ ربي يفضلها لنا تيجي فوق ريوسنا ونحب نقول لها تسامحنا على عجوج ما اللي عملناه لها. أنا صغار تبارك الله أربعة أولاد ما عنيش بنية أخت دونك صعيبة مسؤولية قدام يعني ثقيلة على 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 كتف أمي. فوالا ربي يخليها لنا وكهو. معناتها اليوم مهدي انت بو اكيد. اي انا عندي زوج صغار توا ايناس وهادي. لازم يكون هكا قدوه وديما ليماج و... عرست على قصه حب؟ اكيد انا تعرفت على زوجتي في المعهد العالي للموسيقى قرينا بعضنا موسيقى وحبينا بعضنا وعرسنا وجات هادي وإيناس وتحية لها. ايه برا نمشيو مهدي ناكلوا اللبلابي. خويا بعد ما فشلت في المصيف وجوعتك وجوعتني على الاخر باش نجيبك في الديفي الثاني. قل اللي هو باش تعمل لنا ساندويتش لبلابي. بصح ما اسموش ساندويتش صاحب باش نبداو. ايوا كسكروت كسكروت لبلابي خاطر شعبي ماكله شعبيه بنزرتيه معروفه. ايه ندخلوا نشوفوك اسكو تنجم تعمر الكسكروت. نحاول باش نعمر الكسكروت اللبلابي. نشوفوك هاي تقد روحك نقد ماش زعما كي الحوت حتى كي الحوت. لا لا حتى كي ما قديش ناكلو انا.
تحبوا حار ولا مش حار ساعة؟ ستار بستار بيه يعني نعملوا هكا؟ بيه؟ دونك المكون الأول هريس هريس ومن بعد؟ وبعد الحمص أي شوية حمص ها؟ أي ينصير كما تحب برشا ولا شوية؟ مش برشا مش برشا ولو أني ما عنديش برشا مع الكوجينة ما نحاول باش نفهم خاطرك دونك مكونات عندك هريسة حمص المعلم شاتيني نوت من بعد؟ أي ثلاثة على عشرة حمص نورمال مون شويه سردينه هذه الكلاسيك با 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 هذه الكلاسيك نتاع نتاع فوالا هذاك عندك الكمون رشه كمون خاطر الحمص يعمل شويه غاز كمون ينحي الغاز ينحي الغاز اي وشويه رشه هريسه في الاخر هكا نتاع هكا والعب يلا وهذا الكسكرو اي ذوق اي ذوق على الدنيا على الإنسان الفقرة بتاعنا هو اليوم في برنامج أنا ويسر هم حاجات عباد متعرفهاش عليك أكيد أنت متنجمش تحكي عليهم أصحابكم اللي باش يحكي دونك أنا نقولك يا صديقي اللي باش يقولوه ما عندكش حق مع القلب قصوا في المونتاج كان حاجه هم احرار انه شنو هو يحكي عاد كان هكا راني جبت لك اللي عنده مكتب دوسيير ليلي حاطه هذا كلاس تصور مثلا عاطف فارس عندهم دوسيير اي في عندهم تحتيمه ساعات خاصه لك فيصل عنده تويتر بلا نبدا فيصل نبدا اخويا باللي تحب فيصل يقول لك مهدي العايش زيدك 5000 باش نحكيو عليك كانسان ولا كفنان نبداو كانسان باه كانسان عندك مهدي ساعه انسان مقتل ذهب معناتها صاحب نكتة وما معناتها لا صاحب نكتة هذا واحد من الناس تقول لي مهدي العياشي أول رياكسيون أضحك مهدي مخلصهم بالكديش ما وحفظهم درس هي اللي أنت والروندو نتاعو كل واحد الخايب ما نجمش نحكي عليه خلينا نشوفوا فارس برا فارس فارس تعطينا حاجة خايبة في مهدي قول يا فارس قول عليك أمان الله قول الله باش ندور وجهي أنا والله الحاجة الخايبة الوحيدة كنا بدأوا مراحين في الوتوروت نمشي 140 كيلومتر في الساعة دوك فايت السرعة القصوى مخاطر هو معلم سيارة بدأوا قال يا مهدي ناقص يا مهدي ناقص 140 هي راي 60 شوف فيها 140 عاطف انت من عالم الموسيقى وفي الفرقة الوطنية كما قلنا دوك اكيد راك حضرت في حفلات اللي كان مهدي فيها يغني وكل فماشي طرفة صارت مع مهدي في حفلة من الحفلات تفرجت دنيرمون في الحفلات مع في الفيديوهات تاع الحفله هذيا لاحظت حاجه تري معناها سبيسيال اللي هو معناه ياسر تحسوا عباره ولد سليم بكوش عباره ولد كيفاش معناه هو قاعد بحذاه وكيفاه معناه هو عباره مسلم له المشعل فهمتني والحمد لله كزاده تو عباره زاده سلم له المشعل مادي وشاب الاداره نتاع الكونسيرفاتوار ريجيونال تاع بنزرت دونك اخت فارس كيك درة 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 أكيد ديما في الشلة ديما فما غنية اللي تحبوها الناس الكل اللي تطلبوا من مهدي باش يغنيها والله البارح بركة معناتها نسمع في صوته ونحكي مع أمي تبارك الله عليه مهدي في كل شيء تحب تعاود تسمعه ما فماش غنية معينة على غير العادة مع فارس العفيف هذا الجو كان في بنزرت مهدي اخترت بنزرت حبيت جو بنزرت وشفنا الأصحاب والأحباب وكل ما أنا كريتك فك جو البلابي قلت بعض طبيخ طيارة أنت سمعت هكا طيب مليح بتت الناس طيبة من طيب مليح سيد فاشل السهل وعلى ذكر أن اخترت بنزرت بحكم أني تولدت وعشت فيها ولكن الأصل الأصيل يعني بابا وأمي وعائتي كل ما قروان نحب نحي قروان خاطر مقصر شويه معاها قروان اما خاطر بنزرت انا تولدت فيها وكبرت فيها وتعلمت فيها الموسيقى اللي انا موسيقي توا يعني الفضل يرجع لبنزرت ولا نحضروا علاش قلت لك طبيخ نعرفك ماكش طبيخ جمله والله قلت البارح نقص في الصلاطه اي نقص الصلاطه حاجه جديده بعد فويس هذيك حاجه جديده ولا شنو وبسنه جديده هذيك عندك ذكريات خاصه وانت خاطر كنت في الفوايي وكل معناها كيفاش تاكل مالك ما طيبش مليح والله انا ربي طيحني ب بينوم بينومات بينومات مش واحد مش اثنين تفكرهم اي والله نفكر نحب نسلم عليه كمال 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 ابراهيم حيوه حي برشا خلى معايا كان طيب كمال شكان يطيب عنده صفه كسكسي بالدجاج تعرف ساعات ينسيني في كسكسي امي هذوما الطلبه الاثرياء ياكلوا كسكسي بالدجاج
احنا مش طلبة طلبة الاثريك ايامات في سليم محليهم كل ايامات محليهم ايامات القراية والهكا ما بخلوني بخلوني ما خلونيش نتعلم نطيب يعني ديما تستهلك كهو ديما مستهلك ديما تحلف عليهم وانا تحلف إيه عليهم توا من طالب الاستاذ توا وانت ومحمد علي قريتوا قريت 7 سنين اما حكايه هو إيه. من القروان فوالا انا خلطت عليه القروان انا قريت عامين في القروان وتحيه للقروان والكل وبحجله تحديدا ومن بعد انا قريت 7 سنين في المدرسه الاعداديه راس جبل وهو بعد يقرر 7 سنين المدرسه الاعداديه راس جبل محمد علي نحب نعرف تو انت يشوفوك تلمستك في التلفزه انا البارح تلميذي انا البارح تلميذي انا البارح تلميذي باش تفهم الوضعيه بعث لي انفيتاسيون تاع عرسو انفيتاسيون تاع حاجه في مارس باش يعرس احمد الطويل البارح انا تلمستك عرس صغير التلميذ عرس فيسا لا تلمستي كبر وانا بارك الله التلامذه قريتهم في القروان اللي هما بصغار مقد صغاري تو انا قريت صغير وقريت في الليسي دونك تلمستي تبارك الله كبروا ثم شكون طب في فرنسا ثم تبارك الله الكل مسيرتوش مع راس الجبل. انتوما قعدتوا تتقابلوا ولا اليوم استدعاك وغايبين شوي على بعضكم؟ احنا المحبه بالتليباتي. اي نعم اي نعم. بالمحبه. استاذ مقلقنا شويه ما يحس كورونا خاطر. كورونا كهو كورونا. لازم 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 لازم. محمد علي شبيل قلت لي ريتو قص سلاطه وكل شيء بخلاف السلاطه. شنو الحاجات اللي غاطس فيهم هالنهارين؟ هالنهارين يحضر في الكليب نتاعو. كليبك هاو هذا مخو هلايا مات في الكليب كله مركز في الكليب حط مخو كل باي احنا توا مادام بحضنا زوز اصوات ما شاء الله عليهم شنو رايكم لو كان نسمعوكم في حاجه مع بعضكم هكا اكيد اوديو ها علاش لا شنو خممتوا مع بعضكم في بالي هذا اللي صار هذا اللي صار اللي صار حلو برشا استاذ سامي كان مخبي فين كان مخبي
شي حق ملك شي حق تلوم عليه ما يشمت فينا حاسد ايدك في ايدي نقوم نجاجل وبدل ما يشمت فينا حاسد ايدك في ايدي نقوم نجاجل واحنا نبقى الكل واحد والايادي تصير بارك الله عليك. ما تحبوش نسمعوا دالي ونوال؟ احنا حتى سايبونا الليل كي سايبونا الليل تنغنيو مازال الليل مسكر حق. عندنا زهره احنا عندنا اصحابنا هكايا كل ما نعملوا ديبلاسمون مع دالي ومهدي في الثنيه نبداو نعملوا حفله قبل الحفله معناها هما يبداو يقصروا في الوقت يغنيوا واحنا الاخرين اللي ما نغنيوش نقصوا في التعبير. هذاك علاش باللي سوفونير هذوما عندي برشا دي سوفونير برشا ما تستاهل زاده مهدي وانت ماكش باش تطول معاه برشا برشا قلت لنا راهو البنات عندي زوز اسئله عندي زوز اسئله باش يختصروا كل شيء ذولي نوال لا با فريمون كي كان بيتو ما لا عندي سؤال فريمون جو تيان اني نساله دالي سنا عمل ما يسمى انا ريتها مخاطره من الاول دخل في كوليكتيف دبو غنى مع اركز هيب هوب هذا يغني راب ومزود ودالي ما غنى معاهم مزود اللي هي حاجه ماهيش ما سمعتوش قبل اللي غني مزود نسمعوا كان يا مالوف والا سلاميه ولا حاجات كيف من هكا ومن بعد غنيت لطفي جرمان يا ويلك مني وتيتو على الاخر ما نعرفش انا جو بوز لا كيسيون اللي كنت يا مهدي كان جاتك اللي كنت العرض هذا اسكو تقبلوا والا لا اسكو نجموا نهار نسمعوك تغني في المزود ما كيف ما يويلك مني حاجه ياسم جات بين المزود وما نعرفش كيفاش تتصنف الاغنيه مي حاجه نصورها تويتيك اكيد انا يعني موسيقيا ديما بابي محلول للانماط الكل ونحب نسمع وشخت عليها الاكسبيريونس نتاع اركز هيب هوب كيفاش المزج ما بين المزود ولا انا خاطر في تكويني من الاول سلامي يعني ولد سلاميه ومن بعد لقيت روحي تكويني اكاديمي في الكلاسيكيات وال يعني باب محلول يعني نحب حاجه هكا نسمع شويه بل ما تعديلك الوقت بالحق اي نعرف مش بتنفيذها موسيقيا ما ميستلش حتى شويه هنشوف مهدي في جو اخر انتم حافظينها زوز يا ولد من حاجه جديده تبع ما انت بعثكم حافظ حاجه سمير لوسيف مثلا يميم تلغالي مثلا برا يلا انت مش انا لا يا ميمتي
مشتاق لك مشتاق مشتاق لك مشتاق بعدك يا عزيز علي ليام لعبت بيا وحرق الأشواق حرق الأشواق هكا شوية أنت ما غنيتيش مزود برش عملت لها شخصية معناها الأغنية نحاول باش نغني كيما النجم أنا أول حاجة البيئة في مهدي أكيد أكيد هو الحاجة البيئة في مهدي ديما يعمل تجارب يهبطهم على الكونت متاعه على الريزو سوسيو على انستغرام وكل ديما يجرب هكا أغنيات يغني يصور روحه وديما جنرالمون يخطفوا له أغنيتي يا مقويني مثلا مشيت بالكدي وبعد عاود سجلتها وحدك عندك بخطة زايدة عجبتني على الأخير يجرب ديما حاجات وحتى في ذا فويس بعد أنه هو يغني حاجات جديدة ما يشبهوش للستيل الناس غدرهم خاطر هما في بالهم هو ما نجمش يحكي الحديث هذا بطبيعة ما نقولونا انت هما في بالهم ذا فويس اللي مهدي غنى الليل زاهي وبعض اللي هو شيخ سلامية حد صغير يعني كان باش نعطيه حاجة مودرن مثلا نجم ونرتاحوا منه ولا نجم تكون هكيك أما ليه هو يغني الستيل كل بيسكو قرايتنا ما تخلينا يعني نلموا برشا حاجات نسمعوهم وصوته يسمح له زاد وبطبيعة صوته هو القراية تخليك تلم كل شوية ما نرجع لكلام محمد علي كيف قال ساعات تلقى صوت مزيان أما ما فماشك الإحساس اللي وين تحطه يتحط نسميه في الموزيك تقبل من عنده كل شيء أنا دائما نتفاجأ بديه أنا بكري كنت نحكي مع دالي على الحكاية هذي ما تحكيش معي أخوي مش معي أخوي وقت نرجع جوش تقولي عندي سؤال أي مازال لك نرجعو مهدي مثلا تكنيكمون يعني ما عندنا ما نقوله يعني فما برشا في تونس اللي في الصوت تكنيكمون تلقاها يعني معقول وتقعد شنو هي المشكله من بعد فما النضج ولا الماتوريتي وقتاش نوظف كل الحاجات التكنيك لي بروسيدي ستيليستيك اللي نحطهم هذيك النضج من بعد ذوق اللي بالخبره يتكون هذاك علاش مهدي تلقاه في اي ستيل انا باش نجاوب عنده النضج انا باش نجاوبك معناها يمكن انا في العمر اكبر منه وانا مخرج نذكر بالكدا وهو ممثل الوليد هذا يظهر لي تولد ناضج من لون رسمي ده ده. نتذكر في البرايف ما تعبهمش نذكر عازفين ممتازين معاه في اللايف في حاجه اخرى تعبتهم في امورك هذيك كنت وقت عندك ازمه عاطفيه ما عرفش الحكايه فهمني في التمثيل الى ديسيبليني في الوقت الوليد تولد ناضج الوليد عنده مشروع من الاول في مخه نوالني خلينا نمشيو للسؤال اللي بعده جوج باش نكمل على كلامهم انه مهدي زاد عنده اناتو انه يغني السهل الممتنع ساعات حاجه غنيه بسيطه جدا من غير برشا تزيين ما عنده شخصيه كي يغنيها ساعات حتى نغاره هي لا فيرسون اوريجينال ما تشبهش ياسر اللي تغني فيه انت ما عملت لها انت شخصيه ولاو العباد يعرفوا الفيرسون تاع مهدي وما يعرفوش الفيرسون الاوريجينال تاع الغناء انا باش نقعد في نفس الديسيبلين اللي هو الراب الراب في تونس خذا ما توا راهو عنده رواج كبير ولي رابور خلقوا ثنيتهم وخلقوا الاعلام نتاعهم اللي هو اليوتيوب وخلقوا جمهور وخلقوا هذا الكل لكن المشكله اللي هما الارض تتسع للناس الكل لكن الفن الاخر على حساب الفن الاخر اللي هو بريس قاعد يضمحل والشباب الاخر ماهوش قاعد ينتج كيف ما الاخرين معناها لي رابور وحده يعمل كليب يعمل ليري كليب يعمل حاجه افيك لي مويان دو بور يلقى ثنيه ويعمل حاجه وما وقفوش ما نتصور هما توا فنانين محترفين ما عندهم دي كارت برو معترفه بهم الدوله وكل كيف ما اي فنان لكن ما تشكيوش كيف ما تشكيو الفنانين الاخرين وحدهم ما يقعدوش يعملوا على الدوله وكل شيء علاش انت مهدي شنو تفسيرك للفينومين هذا علاش على حساب الموسيقى الاخرى الوتريه الشبابيه اللي احنا سمعناها علاش كان قاعده محصوره كان في صابر في 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 ناس اللي ديجا شدوا ثنيتهم عندهم برشا انا الراب بتطرح حكايه تقنيه بحته يعني الراب اسهل للشباب بحكم انه يعني مركز اكثر على الكلمه اكثر منه تقنيه الاغناء يعني رابور طفل عادي سهل باش يولي رابور
وكان ماهوش موزيسيان ما نجمش يولي موسيقي، وخاطر فما تكوين موسيقي يهزك الموندو اخر. الموندو اللي اخترناه نحن من صغنا انا ومحمد علي مثلا وبرشا فنانين اخرين صغار وكبار هو العالم الصعيب. يعني نستصعبوا الشيء والباركور يكون صعيب. مي الراب راهو بوتيتر توا ولا ميلوديك اكثر من قبل بازي على الكلمه وفيه كتيبه وهو فن محترم برشا وفرحان برشا اللي قاعدين يخدموا. لكن انت ما جاوبتنيش مهدي، معناها ما تحب تقول اللي فما ازمه كلمه توا كتيبه؟ تنجم تكون فما ازمه كلمه. حاجه اخرى يعني كيما علاش هذوكم مشاو وشدوا ثنيتهم وعندهم جمهور والفنان الوتري مازال ما وصلش يعبي مسرح كبير والا حتى خلقوا حتى بديل، معناها ما عادش يلوج على المهرجانات تمشي يمشي للاونج يلقى اي بلاصه باش يغني فيها. الفنان الوتري كان عيط له مهرجان هكا يخدم، سينو هكا قاعد على روحه. فهمت ايش حبيت نقول؟ حتى لي رابور معاونونا في حاجه اخرى بكثرة الإنتاج متاعهم، يعني حلوا الباب حتى للوتريين باش يكونوا موجودين. أي. يعني هذه نقطة إيجابية يعني حيرونا يجيوا هيا معانا. فما حاجة أخرى الراب بون، يعني فما موزيكا بيت خدم في الراب، يعني قاعدين يخدموا في الإلكترو قاعدين يجربوا، وفما عبيت قاعدة تعمل في موزيكا ياسر في جديد في جديد في الراب. اما الفرق بين الاغنيه الوتريه تتكلف اكثر، لازمها اكثر عاسي. الراب نجم وحده هو والبي سي نتاعو يلكري اون شانسون دو 5 مينوت في ساعه. لوجيستيكمون صعيب في اغنيه وتريه باش تعملها في ساعه. ميرسي محمد علي، ميرسي نوال، يعطيك الصحه. تو باش نبدلوا شويه يسر، وعندنا فقره جديده في المنوعه نتاعنا سميناها ضيف العفيف. ضيف العفيف مرة باش يطلع لنا هذا هو فارس بطريقة أخرى باش يدخل للبلاتو باش يجيب لنا معاه ضيف باش نكتشفوه من خلال الفقرة هذه. تفضل فارس. عسلامة فارس. عسلامة ومرحبا بالسادة المشاهدين. دونك ضيف العفيف أكيد باش يكون خفيف معناتها. دونك الجمعة هذه لقيت لكم الحل نتاع البركاجات في تونس. السيد اللي باش نجيبه اليوم قال اللي هو باش يقضي على ظاهرة البركاجات. خويا انا واحد من الناس تبركيت قبل، واكيد برشا عائلات توانسه ولا برشا توانسه تبركاو. باش نشوفوا السيد هذا شنو الحل نتاعو. دونك ضيف اليوم حمدي، مرحبا بحذا، مرحبا بك بحذايا واحلام. دونك احلام مرحبا. خويا انت قلت باش تقضي على البركاجات في تونس. كان حبنا ربي ان شاء الله. عندنا دي تكنيك سهلين افيكاس، ما ضعيف بصحتك تنجم تخدم ما يقلقك الجمله. شكونك انت ساعه؟ انا مدرب دولي، مدرس فنون دفاعيه قتاليه عالمي، عامل كوتش فريستايل ديفانس سيستم، نعمل في الكايزن تونيزيا ستيل جديد تونسي زاد يراني، كان مختص في النساء، تدريب النساء على البركاجات وعلى التحرش وعلى الشيء اللي صاير في البلاد، وان شاء الله ربي يوفقنا ونوصلوا ستيل هذا ان شاء الله. احلام شكونك؟ تمشيش ساعه تبركيني يرد بالك. يسر مان عينك. احلام الصافي، منزل تميم، نترين عند حمدي بكوش. عندي 6 شهور نترين، تعلمت برشا حاجات به. دونك مهدي العايشي حل عينيك بالكدا، تعلم رد بالك لبركيوك. دونك انا باش نخليكم توا في البلاتو باش تعلمونا حاجات كيفاش ندافعوا على رواحنا. يلا سلام.
كريم شكرا لكم. يظهر لي هذوما حاجات مهمين برشا. احنا حبينا الحب هو فارس اختار كل مره خاطر شوي بشوي باش تعرفوا عليها اكثر. الفقره هذه اليوم شفنا فنون الدفاع واللي نحن الجمعه اللي فاتت احتفلنا باليوم العالمي لمناهضه العنف ضد المراه. وتعرف نوال قديش نحن نسى ينقصنا يعني الفنون هذوما والحركات هذوما يمكن تغيب على النساء وحتى على الرجال. قالك حتى الرجال يا اخي نعرفهم هذوما. انت كيف كيف اعطيني انا ضرب واحد ليل مهدي اش قولك في الطرق؟ لازم واحد يكون يعرف عنده تكنيك باش يدافع على روحه ولا اي الدنيا صعبته برشا بركاجات وبرشا ربي يستر يعني ربي يستر. نفسي تمنيت كان كنت نعرف ار مارسيال فن قتال على الاقل ندافع على روحي حتى في حاجات كيف ما قال تحرش ولا براكاج. لكن اللي اهم من هذا ذي حاجه داوي لسامبتوم كان توجدوا اما هي علاج الظاهره في حد ذاتها الاجرام اي ظاهره اجراميه موجوده في البلاد نحاولوا نقراوا لها حسابها ونعملوا لها دراسه اجتماعيه علاش وصلنا لغادي خاصه كي تكثر واحنا قاعدين نشوفوا المده الاخرى الاخرانيه شنو اللي قاعد يصير. باهي خلينا توا يسر نبدلوا شويه ونزلوا شويه معنا مهدي للذكريات ومع ضيوفك زايده باش نمشيو للذكريات ومراحل تعدى بها مهدي. نشوفوا ترانزيسيون نوستالجي وبعد نواصلوا. نوستالجي نبداو اذا باكستري الاولاني باش نشوفوه من عرض مهم جدا في مسيرتك مشكات ومن بعد نعلقوا عليه. أنت الحبيب وكلنا هو يمكن الجمهور العريض يعرف مهدي في الزيارة ما مهدي راه قطع أشواط قبل في الإنشاد الصوفي وكانت عنده تجربة كبيرة مع الراحل سليم باكوش اللي ما عندوش برشا من اللي غادرنا ربي يرحمه وينعمه ورجعنيك الذكريات تعز عليك برشا مهدي. نحب نترحم ساعة على أستاذ ما نعرفش كيفاش باش نقدمه يعني تأثرت مهدي يعني ليه أنا كي دخلت العالم الموسيقى دخلت على طريق السيد هذايا اللي هو المرحوم سليم باكوش. دخلت عمري 9 سنوات المعهد الجيو الموسيقى في بنزرت. يعني الاكتشافي للعالم الفن والغناء في حد ذاته كان عن طريق السيد هذايا وحلي بيبان برشا وعلمني برشا حاجات وحتى إنسانيا مش حتى موسيقيا. وأنا حاليا يعني مزيت كي تعينت في بلاستو كمدير المعهد العمومي الموسيقى حتى تواصل المشعل معناتها اي هذه مسؤولية كبيرة و الله يرحمه الله يرحمه فوالا يعني مهدي واضح اللي هو اثر فيك برشا كيما برشا يعني الاسره الفنيه كامله معناتها تاثروا بموته صحيح. الله يرحمه وينعمه سليم باكوش حاضر معاه في بنزرت واحنا خذينا كلمة. هذا هو احنا باش نشوفوه هو اش باش يقول له اكيد مهدي يحب يعرف سليم باكوش ولا يتذكر شنو قال فيه سليم باكوش. مهدي ولدي بها معنى الكلمه تولدت فنيا ومني مشي تولدت كنجم وهذا اول عرض خاص بي وان شاء الله ربي يوفقه على خاطر عنده
من الطاقة في صوته وفي حضوره اللي باش يعجب العباد وباش تكون ان شاء الله الخطوة الاولى نحن النجومية العربية بإذن الله. الله يرحمه وينعمه، اكيد ياثر فيك برشا الكلام هذا. بيان سور، يعني هو مشروع امن به، يعني مهدي عايشي صنع سين بكوش، يعني برشا ناس في بالهم، يعني حتى في تونس كي جيت من بنزرت لتونس في بالهم انا ولد سليم بكوش. أي. ولد هو البيولوجي، ما هو ابي الروحي وهو استاذي وهو الله يرحمه ونعمه، يقعد ديما موجود بيناتنا. أكيد. الفنان الكبير والقدير سليم بكوش الله يرحمه ونعمه. باش نمروا للمومون زادا هيستوريك ويعز عليك برشا، وجبدت عليه نوال اللي هو زيارة. أكيد. في القصبة، ونوال من بعد باش نرجعوا نحكي ونشوفوا شوية مهدي في الزيارة في العرض المهم برشا اللي كان في القصبة قدام آلاف المتفرجين. زيارة، توحشت الزيارة؟ أكيد، يعني توانسة كل توحشوا الزيارة. زيارة عندها بصمة في مسيرتك، في مسيرتي، في ثنيتي. صرت مومو، يعني الشهرة بين معقفين هذه بدأت بالزيارة، يعني للناس بتعرف مهدي عايشي من، يعني جماهيريا بديت نظهر وندخل للناس من باب الزيارة. نحب نحيي سامي أكيد على الفكرة وعلى المشروع وعلى إدارة الفرقة وال الفكرة الكبيرة والذكية والميزون سان، ومحمد بوذينة أكيد في البرودكسيون باش ولا زيارة عرض ضخم وعرض كبير برشا، جماعي وكبير برشا. عرض هذا بالذات اكسيبسيونيل برشا، صارت وكان ماكش باش تقولهم تتقول لنا ناوي لازم راي تعب قولينا ولا انتم تاع العرض هذايا. انا مانيش حاضر معاكم تذكر انت مسافر ولا نخدم في افيون، بعد ما وفى العرض تعدى اون ديريكت يكلموا فيا العباد في الفيسبوك، واحد تبارك الله عليك تبارك الله عليك يا ولادي مانيش معاهم. كلمت سامي قلت له بليت نجم تخلصني هلقى حسب العباد انا موجود معاكم. يعني شنو تتذكر انت نوال؟ العرض هذايا بالحق كان ديفي وقتها في رمضان، وديجا تلفزه الوطنيه هي اللي صورته، تحيه الفاديه وقتها جات بالذمه فاديه نتفكرها بالكدا خاطر كانت ياسر مينيسيوس في الخدمه نتاعها، وقالت لي وريني منين يدخلوا منين يخرجوا باش تنجم تصور كل شيء. اي كان ديفي على خاطر 27 رمضان كان عندي ذاكره صحيحه، وكان وقتها مازال اتونتا نتاع نيس مازال كي صار، دونك العباد خايفين من الفول، وكان في بلاصه حساسه كمان القصبه قدام وزاره الدفاع. كيفاش الناس باش يخرجوا بالكم هذاك قدام 30 ألف متفرج نهارتها، وصاروا هكا دي بان تكنيك كل شيء، لكن تعديت وتصورت في مباشر وتعدى عرض مزيان برشا وفرحنا. بعد بعام عودنا بعد تعود احنا زيدا فما لحظات اكيد مهدي ماهوش باش ينساهم في مسيرته، كي نقول ذا فويس واللقب اللي تحصل عليه كأول تونسي. باش نرجعوا معاك اللحظات ما نتصورش كانك باش تنسيهم من The Voice. يلا يسألوله وقتها في بالك ولا في بالك؟ بيان سور، ما عندكش حتى فكره يعني اخر لحظه في بالك معناتها قال لك سهل في بالك ولا يعني انا بالحق نعرف كيف يعني اربعه كونديدا واربعه صوت قويه برشا. يعني انا باش نسالك حاجه اللي هي معروفه في التنميه البشريه يحكيوا عليها برشا، انك تحط هكا بوت وتمن بيه وكل توصل نهار اللي انت دخلت بالبندير وغنيت في اللحظه هذيك انت في مخك قلت انا اللي باش نهز اللقب هذا ولا لا؟ لا بالحق، لا الحقيقه انا مش مكسر القواعد الكل. انا تجربت ذا فويس يعني كي مشيت غادي قلت نجرب حظي، يعني ابريتو انا في عرض كبير كيما الزياره حبيت نخدم على كارير السوليست، يعني الناس تحكي على مهدي وحده في حاجه مختلفه، قلت بوركو با ذا فويس برنامج عنده اشعاع عربي اشعاع عالمي في نسخ عالمية، يعني فنانين كبار من العالم الكل خرجوا من The Voice. قلت علاش لا؟ لهنا وين؟ شتختار الغناية
هذا أصعب خيار كان عندي، خاطر أنا في الفترة هذه كان غني برشا أنماط موسيقية وبش نختار أحسن أنماط اللي أنا مرتاح فيهم. قلت بوركا با نمشي نمثل بلادي، هاوكا كان دارولي. هاوكا دخلت البرنامج كما دارولي شابريتو، أنا مشيت وقدمت حاجة للتراث التونسي و... والحمد لله يعني. أما الحلمة بدأت تكبر بشوية بشوية الحقيقة. أما من نهار هذاك متاع البندير مازال ما فهمت حتى عندي في مخي حتى شيء، يعطيني ندخل البرنامج بركه هكا هاو بالضبط. ومحلها الفرحه لانه كيفاش محلها الفرحه نتاع بالحق كنا مستحقين توسي يعطيه يكبش في اي حاجه تفرح. فرحنا برشا فيسبوك الكل ومهدي العياشي فرحانين برشا وقتها كنا وحمد علي ان هي اكثر غنيه من معناتها الاغاني اللي غنيهم مهدي في ذا فويس بقات في بالك الحق هذه معناها الدخله بالحق. انا من بكري قلت له معناها قوي اسمه فيه صوت ممتاز، من بعد نذكرها بالباهي هو طلع وقلب معناها في الـ في الـ في الغنايه وهما داروا بالوقت معناها بون الحق ما نعرفش نفس الاحساس معناها اللي قلت مهدي زعما يخلط ما يخلطش مش يقعد في التبع التونسي. نعرفوا ذا فويس اللي فيها برشا 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 العاب اخرى نقولوا احنا بتاع علاقات الوليد على روحه راهو تونسي محلاه زوالي ولد عائلة معناها تونسية عادية جدا ما عندوش وراه لا مستشارين لا داعمين لكذا وكان وراه عقله ومخه وجواجيه والشعب التونسي هو فرح برشا جمهور برشا والإعلام وقف معاه هو في بالك الدخلة هذيك فما شكون زيدا مشى في نفس المنحة في The Voice سينيور تبعته محليه ذكرني بي محسين نشوفوه ونرجعوا محليه نحييوه ان شاء الله على حسين فضلي محليه بارتاجيت في الباج تاعك وكتبت عليه اكيد يعني حاجه حاجه ريحه التونسي كي نشوف تونسي في الام بي سي القواله هذيك في العمر هذا الجيش عنده حاجه تشرف على الله بارك الله وين وصل لل وصل فينا اللقب مشي لواحد اخر ما يقول لك مهدي عايشي وياسر علينا تونس زي ما تونس يقول لك التوانسه باش يفكوا بارك الله هو هو في حاجه يعني عم حسيني في حاجه انه الناس تستعرف موهبته اكثر منه لقب وموش في غادي هو في الله معنويا عندك كبير ان شاء الله نهار يكون حاضر معنا في ان ربي يطول في عمره اكيد ان شاء الله ربي يوفقه. مادامنا في التونسي والجو هذا يسر اي احنا توا لازمنا نسمع حاجه اخرى من مهدي اي نخليوك مع العسكريين والجو التونسي مقواني اي حلوه برشا الاغنيه مقواني اللي نعرفوها ولا مقواني اخرى مقواني اخرى فوالا نختم على لوام والله يا مقواني يا مقواني والعجاج غماني يفوق عليكم يا زارعين الفل و
والله بين ايديكم مشيرة شايتهم بالعين والله مشيرة مشيرة والله يخلوا مواجع يا مكواني نختم على الأوان والله يا مهدي برافو محمود عياد يعطيك الصحة محلاها مقواني وهذه هبطها أنت من بين التجارب اللي ما بين التخربيشات أنا نقول ديما محلاها أي نقول نخربش نحاول نمس حاجة من التراث التونسي وإلى المغاربي بوركوبا ونحاول نحسها نحاول نعيشها الغناء ونحاول نوصلها بالطريقة اللي أنا نحسها وإن شاء الله بون برشا ناس عجبتهم والحمد لله وبرشا ناس حبوا يمكن احنا كي نشوفوا هالتنوع هذايا معناها ما شاء الله تغني كل شيء اما مهدي وين يلقى الشيخه هكا هو يغني بدا شيخ على الاخر حاجه يحبها برشا شنو الكاشي 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 كاشي لا ما ظهر لي لا ابار الكاشي لا الذوق ذوق نتاعك يعني وانتي وبينك وبين روحك وقتاش تغني فريمون المهدي حاجه يحبها هو والله حاجات كيما هكا يعني هذوما اللي ننفض عليهم الغبار اي التراث مثلا الصوفي القديم التراث البدوي اللي نسمعوا فيه نحنا مش بالطريقه اللي كانوا يغنيوا فيه جدودنا دونك ديما نحاول باش نكون هذيك الحاجة اللي تمسني ما بين الصوفي والبدوي هذيك الطريق اللي نشوف فيه أنا اللي هو مشروع طريق نخدم فيه أنا نقول أنا الفنان شامل الموسيقار نجم أقول اللي هو رياض البدوي موزع كبير برشا هو أنجون وقرأ معايا في المعهد العالي الموسيقى وأكيد زميلنا ودالي يأكد كلامي عندي معاه مشروع اسمه طريق اللي هو طريق في وسط ما بين الصوفي وال حطيت منه حاجات طريق حطيت منه حطيت منه دي تيتر كيما دي ريبريز هما كلهم حاجات خدمه قبل كيما صانع انا صنعني صانع مقواني برشا حاجات من التراث ننفذوا عليهم الغبره ونحطوهم في حاجه في ثنيه اخرى هذه باهي لانه مهدي منعش مهدي رغم اللي توا ظروف الكل معناتها الكونفينمون وكل ما كانتش مساعده لانه بعد ذا فويس كنا نستناو في انتاج وانت بيدك كنت في فما استراتيجي كامله وخدمه بالضبط. كامله مالوغوزمون الكونفينمون خليك التراجع معناتها برشا حاجات توخر شويه بالطبيعه راجع شويه ما ولا. في نفس الوقت هي فرصه باش واحد يخمم وين يمشي صحيح فما ورايا شركة إنتاج اللي هي بلاتينوم ريكوردز ورايا عقد يعني تبع القناة الام بي سي الراعية لبرنامج The Voice ما ماهوش مكبل لدرجة أنه ما عنديش يعني شوية اقتراح لذلك نجم نخمم في حاجات أنا نحسهم ونجم نوصلهم ويكون التفاعل هذا هو بي هو نحن عرفتك اللي منعش نرى في حاجة عرفتها وجيب ضيف هاو دخل ما غير ما دخل وحده مسافر ولا جيب مسفر مسافر وحدك مين كنت؟ لا أنا حالف ميوف البرنامج إلا ما داري نعمرها
مال انت وين سمعتي؟ ردوا بالكم مال كل ضيف يمشي بحذاه. عمرها في الحلال خويا، كل فليجه منين جبتها ساعه؟ ما نضيف يا حسره عليها. تطور الفقره ويجيب معاه يتفت. خويا مهدي كيف الحال؟ والله الى حد الساعه لاباس. كان خليتنا انت ما نقصك شيء؟ ما والله منعش انا مش تعملك السحار شو لا لا، كان على مفتاح كرهبتك هاوكا عندي، ما تخافش عليه. زاد تليفونك زاد باهي. سي مهدي انت قالك تبندير بربش معناتها تبندير من ليه؟ هذه خليوها ليه عاد تصدم زين نبداو وبتبندير وبعد نمشيو نمشيو للكرنيه. كرنيه هذيك ما قريتش الكرنيه. ارقام يا بابا. قول لي خويا. قالك تبندير يوصل. اكيد تبندير من تبندير زاد. انت انا ومنهم تبندير الفني ولا تبندير ال... والله ما عنديش تبندير. يا سيدي اللي حاب يربح في ذا فويس التوانسه ننصحكم حطوا في مزاد هذا. هذا للبيوع. اللي حاب يربح في ذا فويس يز هذا. صح ولا لا؟ بنديرك هذاك؟ هذاك بندير جايبوه تو. كيفاش هذا السبب اللي خليك تنجح وتوصل وحبوك معناتها الناس يتهز من دارك هكا تسلم فيه متفيقش بدي تفول تفتيف لازم تتبعه. ماشي داخل بالفليجه تفجعت انا. ان شاء الله يطلع حد وحد البندير ما جهزش في جدار ولا غاز ولا انا ما جيتش كان بنزرت وصلت القروي حقا. تحيه بالليل للوالده نتاع مهدي. تحيه للوالده ربي يخليك يعيشك. شمدت لك زادة الكرني الأصفر يا بابا تذكر ولا خسر أمورك تعبها. ولا ما نقولوش الأرقام. شفيه يا أخويا شفيه. نجمو نعرفو قديش المعدل وقديه ما تقراش عدا العديد الكل فانا قسم الكل عطوه جملة أنا وقسمها سنة سابعة. لا ده سجيم سجيم مشوش يمكنه الوصول الى ما ولو العاديه نظام الروح. التريمستر الاول التريمستر الثاني يبدا يلعب عرفته. اما اقوى حاجه شوف المعلمين فاش قاعدين يقولوا هذاك الكوفيسي هذاك الضرب ضرب معلمي سبعة ونص على عشرة على عشرة بالحق بعد جاب ستة تعليم قديم. أما شوف المعلمين فاش قاعدين يقولوا مشوش يمكنه الوصول إلى ما هو أحسن. هكا وصل. شنو سي مهدي مازلت مشوش ولا أنا التشويش ما نستغناش عليه. مش زيارة لا في قصة لا في كبير. وين نمشي نشوش؟ هو يشوش نوال يشوش على الآخر في الزيارة وخاصة أوف الحق نتاع ربي المحرك نتاع الزيارة هو نالي يجي مش في صحنه. نهار اللي ما يجيش مهدي ولا يبدا ماهوش في صحنه راه محل قليل باش يبدا مش في صحنه. مهدي من النوع اللي يتكلم وأنت متقلق ومنرفز يعطيك ضحكة تتعم تعدي نهارك سبعة. معناتها هو كلام الوصول إلى ما هو أحسن. أوكي مهدي شوفوا الأستاذ راهو كان مشوش. أنت باش تدور عليها يعني ولا شنو؟ لا أستاذكم كان عاقل وقراي وجايب سبعة. وجايب مشوش. فما حاجة اسمع. طبعا عثرة. عندي ليها الكوام تاعها في الدار. لا ما ثبتش قبل ما نخرج من الدار. بالحق؟ عندي حاجة. ما يا سيدي. اطلع شكون ذو فويس؟ ما كنت أنا. نجم تهزوا ساعة. ما قبلت هكا ساعة ولا. ساعة رزين راهو كيفاش هزيتو؟ رزين فيه أكثر من 8 كيلو هذاك. كيفاش هزيتو هذا؟ كيفاش عملت هذاك؟ هذاك قعدت ساعة غير ربع نعمل فيها انترفيو وهو شاد بيدي يعني ما حتى شاطري اليمين ما عادش حس بيه. خويا إن شاء الله مبروك عليه. يا مبروك عليك يا خويا. مهدي ذولي باش تخلينا. فوالا تخلينا البندير. البندير الصباح. يعطيك الصحة. وبما أنه البندير جاي لهون يتفتف جابهولنا مهدي ما نجموش احنا الليلة في سهريتنا فوالا والبندير موجود بتبيع. يعطيك الصحة ساعة فارس قبل خلي إن شاء الله مبروك عليها. ترجعها ما ذوكم ترجعها ما البندير خلطه لي كانش مفهمش كرهبة عاد هو المفتاح عنده تنتي معناها فارس تعرف شنو تخلك في الأمور الكل حسيل وحتى مفتاح الكرهبة والدنيا و... المهم احنا بعد ما تفتف هو البندير انا بصراحة المومون هذاك اللي شفناه نفرحوا برشا كي تغنيهولنا لايف مش كان في ذا فويس حتى انا ويسر زاد نستاهلوا نستاهلوا ولا ما نستاهلوش هكا هو ميلا الليل زاهي Thank you.
وانا زاقي بشيخي بابا سنوما الا ينزاقي بالقمر وثرايا وانا زاقي بشيخ ابن الدور مهدي محمد علي شبيل داير لك من الاول دار سي احلاها الغنيه وبالحق تقعد ديما ذي ماكش بتنساها على طول مهدي محمد علي اه وي رب تروح بي حبيب حذيك فوالا عاودي هزي ياخذ فارس ضمن علي محمد علي شبيل تخمم باش تشارك في برامج معناها كيف ما هكا انا نعرف الاجابه عندك ما شجعتكش التجربه تاع مهدي قول اكذب هو ليه هو كي اكذب شو نقول لا لا ما نشوفش روحي في برنامج علاش نعرفش خلي تقولي نويل قولي نويل اش فما قولي هو هي اختيارات معناها كل واحد شنو يحب وفما مهدي شجاع حسيته كي عمل الحكايه هذيا وكمل فيها للاخر مش سبب هذا اللي دالي ماهو شجاع اما دالي ما يحبش يخاطر بالموسيقى اللي يعمل فيها وما يحبش الحاجات السهله معناها سامحني مهدي ماهوش لا 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 بالعكس بالحق اما كل واحد كيفاش يراها فما ناس اللي تنجم تعيشك النجوميه وتخليها اللي هي صعيبه معناها انك تخلي النيفو هذاك وفما ناس تحب تبني بشويه بشويه دالي اختار ثنيه الاخرى والزوز كيف راهو الثنيه اللي مصورها روحي ما نراهيش تتعدى من غادي وكا شنو هي الثنيه اللي مصورها طيب جي نهار هي الاهم من هذا الكل نخدم واحده هي البصمه ما هي لازم هي البصمه انا نحب كي بعد 10 سنين مثلا كيما طو مانيش ندم على حاجه عملتها في الكارير الصغيره اللي عملتها نختار مليح لي بروجي اللي نخدم فيهم نختار مليح العباد اللي نخدم معاهم من سافا با دير لي ذا فويس حاجه خايبه بالعكس العباد الكل تحلم انها تكون عندها نجوميه ويكون ذا فويس العرب انا مثلا شرف ليا انه صاحبي هو ذا فويس العرب ما يعني تكفيني الكلمه هذيك فهمت لكن دالي زاد عنده مشاركه في افينيون في الإين متاع أفينيون والسبكتاكل متاع رضوان مدب كان يدور على دالي شبيل اللي هي حاجة بالحق مفخرة لتونس أنه برودكسيون متاع مهرجان أفينيون ما شنو رأيكم توا محمد علي شبيل يسمعنا صوته خلينا نسمع نسمع حاجة حلوة منه نبدلوا شوية نغيروا شوية يلا تفضل إذا تغيب علي يا ولف يا ولف شبيلة راشد Good.
فيتي إذا تغيب علي يحرم لذي ذنهم على عيني يا والفتي هزتنا البيضة نحكي على خاطر محمد الشبيل يمكن هو ما يحبش يحكي برشا على روحه واحنا في استضافة ياسر ما يحبش يحكي على روحه ما ادري سيد اختار ثنية أخرى اختار ثنية العالمية سيد مازال كي كان في مع لوبيرا دو ليل مع زياد الزواري وعايدة نياتي في موال دو لاتير والبروجي يظهر لي مازال متواصل مازال متواصل معناها شوف هما دي شوارة هذا كلام انا مثلا كما نحكيه الدليل نحكيه لزياد نحكيه لعايده النياتي اللي هما ناس اختاروا توجه اخر اللي هو توجه صعيب توجه صعيب انك توصل من المحليه للعالميه انك تخدم مع في افينيون تخدم مع لوبيرا دو ليل خدمت مع الافينيون عندي تو جو في بارتي دان بروجي افيك لو تياتر دو لا موني
ما هو يسألوني نجاوب. أورفيو مجنون زيدا أوبيريت كبيرة برودكسيون تاع تياتر رويال دو لا موني في بروكسل، دورنا بيه بالكدا بالكورونا بطلوا ديدات في بلايص في بولونيا في البرتغال، أما باش نعوضوهم عندنا اون بروبوزيسيون في أفريل زيدا نجمو نعاودو أورفيو مجنون لا روبريز. هذا يا أورفيو مجنون مع لوبيرا دو ليل نخدمو في موال دو لا تير. C'est une pièce théâtrale, musicale, qu'elle m'a opéré, facile. Donc c'est une pièce pour enfants. Le كاتب هو عايدن ياتي هي اللي كاتبه القصة والكلام. Direction musicale Ziad Zouheri avec la mise en scène de Thierry Nyang. أما عايدة من الأصوات الجميلة برشا والرائعة واللي اختارت زيدة ثنية صعيبة نحب نحييها على خاطر عايدة هي تعمل دور الأم وإحنا أولادها الأربعة أنا دونك هذوما الفنانين اللي بالحق لي جون هذوما اللي عندهم مشروع مشروع زيدة في الفن نتاعهم باش نمشيو معاك إحنا محمد علي. أما قبل هذا خلينا نشوفوا ترانزيسيون أنت اخترت ولك أنت الكلمة يا خويا من بعد باه وجينا بالجوابات احضر انه فخ. شوف انا نهنيك حاجه كاشيات هذو لا لهم فلوس ولاهم فاتوره ولا تذول انت ماد ساعه به اختار رقم مانيش سحاره اختار رقم روح السحار سيد اختار محلاه السحار السيد ولا محلاه قديش بوغوس الساعه بارك الله عليك كونفيرم وسيم اوكي انا ولا عجبها سيد هو وسيم ووسيم تري بيان تري بيان دزونا اختار اختار رقم من واحد الخمسة اختار رقم من واحد الخمسة نقوله في قلبي ونقوله لك عليه صح مش يعرف شنو في قلبك لا اختار رقم من واحد الخمسة ثلاثة ثلاثة كما عجبنيش السؤال مانيش مانيش ديمقراطي برشا أما بدلو هي الأسئلة محلاهم على خاطر فيهم روح موسيقية هاي سيديات شكون من الفنانين أصدقائك وإلا مش أصدقائك تحب تقوله يا صديقي عدل أوتارك معناها سيد ماهوش مخاب من أصدقائي مش مخاوي هذايا لازم يفهموها لازم يخاوي أوتارو مش مخاوي يعني مش عود مش معدل مثلا نقولوا الأوتار مش مخاوي مش عود مش معدل يعني تحبني نقول أنا الفنان راك ما تعرفش تغني بلغة أخرى لا شوف ينجم يكون يعرف يغني أما اختياراته مثلا ماهيش صحيحة قولوا راك تستاهل مخير مش دبلوماسي مثلا هكا قام محمد علي شبيل مثلا مادام قدامي مقابل لا يزي عادة لا نقول له لا مش معدل او تارك يزي من البخل مثلا اي ما تتعرف لقاك انت اسهل حاجه يقول اسهل حل ما جيتش شكون باش تقول يزي من البخل ما كان ما جاش محمد علي شبيل يكون شبيل محمد تكون وين يا ترى مقبولة منك شفت أنا مانيش مقتنع لا 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 ولا لا لا دبلوماسية ياسر تبارك الله سمعت الفيرسيون اللي غناها إذا تغيب علي ولفتي يعني فما كان نسميهم لك فما خمسة من الناس في تونس ينجموا يغنيوه نعم أما هو غنية صعيبة برشا أقول لك حاجة هو المقر ماهوش قاعد يخرج في الشيء اللي يعني ماهوش قاعد يوصل لنا في الطاقات نتاعو يعني غني ب 40% من طاقاته إذا كانش أقول له عدل أوتارك وعطينا 80 و90 الحجنبي قل لك حاجة أنت هات لي بعد لا اللي بعده أنه المقر متاع الإذاعة والتلفزة الوطنية بجنب وزارة الخارجية هاي. على الإجابة متاعك مش دبر لك بوست ديبلوماتيك على الأخ الله مصلي وسلم على سيد الخلق هات 2 4 5 1 هات 5 5 5 وخميس 3 أسئلة كهوي يزيد 3 يزيد شو قل لك حاجة السؤال هذا أنا ما عجبنيش انت حضرته راك ما عجبنيش من بعد ما حضرته ندمت به كل الاسئله اللي تبدا بهل تعتقد ديجا تحبش هل تعتقد ان وزاره الثقافه يلزمها دو قرار صارم في سياسه الدعم او انت توجبت لي موضوع في سياسه الدعم اي دعم الدعم الدعم ساعه انا وزاره الثقافه هي تعاني اي اولا ساعه من غير وزير فما وزير السياحه بالنيابة وزارة الثقافة الميزانية عاملة شو تليب الميزانية كل عام من عندها مدة وهي كل عام الثورة الثورة عادة تنقص فما اللي نجريوا عليه واللي قاعدين عاملين عليه احتجاجات الفنانين وكل هذا موضوع شائك ولازمه منابر باش اللي هو وضعية الفنان وستاتيو متاع الارتيست عندي تعليق على الكلام قول عاونوني
انه المشكله مثلا توا الفنانين ما رغم احنا انسان دوهم على في التحركات الاحتجاجيه الكل تحرك سايب الليل وندينوا الاعتداء اللي صار في القصبه واللي قاعد يدور الكل، لكن المشكله انه كان نعرفوا خاطر كانوا يحتاجوا قبل وقت كان الكونفينمون طولت الحكايه رجعت الصيف خدموا على رواحهم وبعد عاود رجع لحظر التجول عاودوا احتاجوا. المشكله انه ما عادش نحس انه يسوفي يرجع الليل يرجعوا يخدموا، اما المشاكل الدفون ماهيش قاعده تصير، معناها الستاتيو لارتيست مازال اهم حاجه دونك هذيك ما يلزمهمش يقفوا الاحتجاجات وتحركات تاع الفنانين على ليل ولا على نهار، يلزم خدمه على وضعيه الفنان وضعيه الفنان وهو مستقبل السيستم. في نفس السؤال هذا انت مهدي مع هذا السؤال باش نغيره، أنت مع الدعم عادل وإلا مع تنحي الدعم وشراء عادل؟ شراء معناها يا أخوي ما ندعمكش، أعمل لي البروجي نشريه من عندك بالغالي، هذه باش ندعمك وتولي أنا مع الشراء الاجتماعية مع الشراء مع الشراء أكيد. علاش؟ خاطر يدز الخلق ويدز الإبداع ويدز برشا دي بروجي جدد واللي عنده ما يقول في روحه تفضل. عندي جوست شوف فلوس الدعم وين وصلت برك الله. محمد علي شبيلي مثلنا لبرا خارج تونس يعني. انا عمري ما فرانك دعم محمد علي. انت عدول السؤال الثالث كان سمحني دقيقه برك على الدعم، هو راهو حاجه برك نخليه الدعم ولا ما نخليهش الدعم ماهيش مشكله، جوست نعملوا كنترول على الدعم كيفاش يصير اكزاكتومون. هذه هي راه خاطر مش نجموا نتناقشوا في نشري والا ندعموا ومن بعد نشوفوا الاعمال، اما شويه كنترول وكهو يوفر. اختار له رقم 2-4-1 اختار له رقم. اختار لي انت 4 يا اخي 4 اخر سؤال نعطيهم لك زوز اخرين شوفهم. شكون تعتبره في المشهد الاعلامي يعزف خارج الطبق في المشهد الاعلامي؟ اي دونك هوني اعلاميين اي بي والله يشوف زملاء يسر ويسر يا اعلاميين يا اعلاميات كل واحد وين يحط روحه، كل واحد فين يحط روحه كيما الفنانين يعني ما عنديش اسم معين يعني ما نعرفش كل واحد شنو يخدم، فما شكون مختص يحب يلعب على البوز ربي عينه، فما شكون يلوج على المحتوى، فما شكون يجيب ضيوف دو كاليبر، فما شكون دوك وين تعز نفسك وين تحط عز نفسك تسيب هذاك باهي. تو باش نقترح عليك حاجه ما نعرفش كان توافقوني ولا الكلكم سمعتوه يغني ملحن بركات في لا ننسى شنو رايكم تسمعوا حاجه كابيلا؟ انا بالحق والله كنت نقول هيك اي نسى ما نبدلو كل يوم ما يخليو حد شايف ملحن بركات اي شكون تهديها؟ نهديها لل انا نهديها للياس يحب نعرف فين الاغنيه باش نعرف فين يحبها هجر مرتي يحبها الاغنيه اي تعال ننسى حلوه برشا مي انا نحب نسمعكم حاجه ما غنيتهاش في ذا فويس هي من ملحن بركات اعطيني سؤال على بيبي وقتنا يا على بيبي وقتنا ملي غنيناهم على يامات وقتها اعطيني دو 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 كرمال النسيان لا تقلي نرجع نتلا كرمال النسيان وردتنا لا تعد ورا كرمال النسيان لا تقلي نرجع نتلا كرمال نسيان وردتنا لا تعد ورا ترجع لي ما بترجع لي ترجع لي ما بترجع لي لا تعيد اللي كان لا تعيد اللي كان كرمال النسيان.
برافو يعطيك الصحة يا مالي. هذه أغنية نحبها برشا، أنا حبيت نغنيها في The Voice. لذيق الوقت ما تحضرتش وخرجت بعد ما توفى ملحم بركات. الله يرحم الله يرحم. غنيها في ظروف سهلة. الأغنيات في The Voice شكون اختارهم اللي أنت لعبت؟ في The Voice عندك البلايند أوديشن الأولانية تختارها أنت، خاطر هذيك حاجة تحبها وتدخل بها البرنامج. من بعد كل مره بار تام، يعني فما نذكر مره عملوا تام الاغاني المودرن اللي اقل من 5 سنين. اي ذيك كانت مفاجاه، اغنيه كاظم الساهر ظهر لي. ضلت حاكي ملحم زين. ما نعرفش فما اغنيه حس بزار معناها اول مره نسمعها. حقوق البث وحكيت هذوك. مادامنا جبدنا على اغاني الجديده وكل، ماناش نخليوك اليوم تجي وما تغنيش الالوان الكل كل كل. قعدونا الاغاني الجديده. كاراوكي، عنا فقرة الكاراوكي، نمشيو الكاراوكي. يسر اختارنا الكاراوكي احنا ومهدي، حبينا حاجات يمكن زيدا ستيل ما سمعناهش يسر يغني فيه. اي من عرش كان مهدي حسين الجسمي شي يقول له معناتها هكا شي. اي بخلاف الطبطبة لكلات الدنيا توا. اخترت اغنية اخرى انت احبك. احبك يا حسين جسمي. محمد علي كان تحبه معاه تنجم راه معايا دليل. سورتو انت سبيسياليست. لحظة سبيسياليست كلمات انت تنعاون كل كلام تهنا. ليه ميكرو هو لازم كل واحد يخلي يجيب له الميكرو دونك نسمعوها مع بعضنا مع بعضكم. اللي تنجم تبدا تنجم تبدا. يلا لو الاغنية زي ما احلاها حلوة. يلا وين نغزر نغزر هكا. فوالا سي بديرة ديت يا حسين. شوفك بين حين وحين فرقك يا فرقك كسر قلبي وعذبني وانا ندري ان علي بجاحبك من يوم الدين. حبك ليلي يوم الدين فراقك كسر قلبي وعذبني وانا ندري علي يبقى. حبك ليلي يوم الدين موسيقى موسيقى موسيقى. هذا أحبك حسين الجسمي. قلت لي طبطبة ياسر حسين. خذيت برشا حسين في حسين الجسمي. وشنو رأيك أنت في الأغاني حسين الجسمي؟ حسين يعني جسمي في برشا تحس كل غنية يعملها بارك الله. أوي أوي. حسين الجسمي فنان ممتاز من اللي بدأ من بودعك وهذيك ما يعملش غنية خايبة حسين. ما فماش حلوين بالحق. نتعطيو الغنية أخرى الكاراوكي وحدك ولا مع بعضكم؟ ما بعض ديما نعاون بعضنا على بعضكم. نسمعوا حاجه اخرى. مغرم مغرم بالضبط. مغرم نخلة مغرم مغرم. لا لا ولا لا يا ليلي يا عيني ليلي يا عيني يا ليلي يا ليلي. مغرم انا بيك على طول وانا صابر وصبري فهوى يا دليل. ليل ولا لا يا ليل يا عين ليل يا عين يا ليل يا ليل. مغرم مغرم أنا بيك على طول وأنا صابر وصبري فهوى يا دليل. ليل ورا ليل ولا دوم لو وغرام العتاب ولا نوم. ليل ورا ليل ولا دوت النوم. شوق وغرام العتاب ولا نوم. لان انا لان حرتي ومراري وانت ولا داري. يا ليلي يا عيني يا ليلي يا ليل يا ليل يا عين
ليلي ليلي يا عيني يا ليلي يا ليلي مغرم مغرم أنا بيك على طول وأنا صابر وصابر فوايا دليل نجمة 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 وانت اللي ناديته من بين الناس ولا قلت خلاص وانت بتهواني وفي يوم تنساني صار ندقت معك طعم الاحساس صار يا زمان يا زمان من العين والليل والعين والله الصبر جميل لو في المواويل والقلب يدوب يدوب يرتاح ليل يشوف مع الصبر صباح يعطيكم الصحة. أما أما الكلام ليه الكلام يا أخي مش مخر نحن عنا مش نحس باهي الفكرة ذي أما ميرسي مشيتوا فيها لحظة يعطيكم الصحة أما أنا ما عرفتش علاش ما قلتش لمحمد علي زاد يغني معاك محمد علي ما عندكش ثقة في صوته يكتب ولا يكتب الكلمات ما يغني محمد علي كان يغني وهو صغير كان يغني وهو صغير تغني وبعد والله قال لي توا مش سامي أما قال لي مرة غنيت ورايا سامي لي ثلاثة ولا أربعة موزيسيانات صحاح في البلاد عكشوا بعد هي عكشوا قدر سبع سنين ما أسمعوش نوال بعد ديما متابعة أمور الثقافة وغيره تغني نأدي تأدي نغني صحيح في نطاق صوتي هاو بشهادة مال علاش من الكاراوكي ما عملتوش الدليل لا 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 دار أنا في الدوش هكا في الكوجينة ذكا حدي معي قدام العباد نعم بي احنا يسر بجينا نقربوا لاخر الحصه ما نحبوها كلها تبقى في الغناء ونحبوا نسمعوا اكثر ما يمكن ضيوفنا ما نعرفش مهدي نجم ياخذ بخاطرنا ويسمعنا حاجه اخرى اكابيلا قبل ما نختموا باغنيه اخرى حاجه من الجو التونسي شويه هكا اكابيلا الجو التونسي مثلا نغارنا اقترحوا يلا فرصه راهو بحذيكم مهدي ايش تحبوا تسمعوا نظيف راني في الاخر نظيف نظيف نغني انا وياك ابعثكم اي ما بعرفش تغني ولا مكتوب في الايد اصيره مثلا مثلا اليوم برشا الياس اليوم اقتراحاته حلوه برشا سول لا سول سول بار حب لا اما قول انت عروبي باهي هاي تفضل سول سول محتار والفكر هاي بزينك بحرارة النار بحرارة
زمن نار تطفاشي ونابرا من وجعاتي تكوى محليكم محليكم محاكم بارك الله عليكم. تعرف قد ما غنيت والله ما شبعني إشراه الوقت محب. تعدى في ساعة معاك نغني معاه سيدة عليه وسوية مسوية برشا سوق خاطر نمشي نخدموا حسن العام الأول والعام الثاني قعدنا ياسر بكرهبنا وكل يوم أنا وياه مع بعضنا فهمت على كل المرواح غناء نبداو تعبين في حال تذكر نبداو تعبين موت من وين يجيني الصوت منين يجي نبداو نغنيو ولين نوصل لدير احنا حاجة بنينة سامحني تم حاجة بنينة اللي فقدناها اليوم شفت. فقدناها اليوم انه السيد يغني السيد يتسلطن السيد يغني السيد متسلطن يتفاعلوا مع بعضهم حس ثم حالة عشق بالحق اللي ولات مفقودة ولينا متوحشين هكا معناها سامحني غالب تري بيان سامحني وصلنا المرحلة راهو تو يغني يحب يشوف كيفاش يطلع في الطبقة باش يكعبرها له معناها بالحق برافو الولاد والله محليك. والله برافو محليكم الزوز احنا فرحنا برشا بيكم باش نبدا نحب نبدا بنوال كلمه الختام وشرفتنا اليوم في انا ويسر عايشك انا زاده فرحانه برشا فميرسي مهدي ميرسي دالي ودالي ويسر ويسر معايا طبعا ما عيطت نوال شرفتنا بعثنا ميرسي بوكو على الاستضافه وراهو بالحق ما حكيناش كل شيء خاطر انا مثلا عشت معاهم في زياره دونك صاروا برشا حاجات برشا حاجات الاسد هذه صندوق مره اخرى حاجات ما خلطتش نقولهم الكل دالي زاده كيف كيف الحاجه الباهيه بين دالي ومهدي وقت اللي دالي يبدا عنده سبيكتاكل مهدي يجي يلبسوا حتى حوايجه ودالي كيف كيف يمشي له السبيكتاكل نتاعو اصحاب برشا بالحق وناس برسمي صادقين ويزمهم يوصلوا ان شاء الله يوصلوا لاحسن المراتب ونشوفوهم على الصعيد العربي والعالمي باش يوصلوا الحقيقه معناها على المراتب محمد علي يعطيكم صحه على الانفيتاسيون عملنا جو وحكينا ضحكنا غنينا انتم اللي نورتونا يا اخويا مرحبا بكم عايش ليه فرحانين انا فرحان اللي معاكم يعطيكم صحه عايشك مرحبا بكم نتمنى المهدي بقيه مسيره باهيه خذيه دو فويس طوى عنده جديد ان شاء الله يبقى كارتوني سيغمون عنده صوت عنده الكاريزما عنده كل شيء ان شاء الله ربي يجيب وانت محليك زيده ومحلى صوتك ومحلى تواضعك خاصه سي تري امبورطون باش تلقى فنان صوته مصلي على النبي ومتواضع محمد علي دمك نورتنا اليوم برشا انا زيد كيف كيف نفرح برشا كي نجي للتلفزه الوطنيه انا نبدا التلفزه الوطنيه المدرسه الام ونفرح برشا انا نعتبره تكريم معناها وانا ما زلت صغير لما حال على التكريمات اما تكريم من مهدي العياشي انه ذكرني وانتم يعطيكم الصحه نوال بيزيد
أختي وصديقي. خذرنا مع بعضنا زيدا في موزايك. في موزايك دالي سمعت صوته برشا مرات ونعرفه. مرسي، نحب نشكر زيدا كيف كيف مزارو ميلانو على اللبس الحلوة وعلى وسامي الفيزاجيست على اللوك المزيان، نقول لهم مرسي بوكو وانتم زيدا كيف كيف يعطيكم الصحة. مرسي عايش. مهدي نختموا معاك، وش تقول جمهورك اللي يتفرج فيك اليوم واللي نتصور برشا ناس توحشوك واليوم عملوا كيف مع صوتك؟ مرسي عليكم ليكم انتم ان شاء الله على الاستضافه اكيد، و ان شاء الله تكون عجبتك الحصه. لا لا قاعده انتي محلاه، قول علينا قاعدين يعني في قهوه ديكومبراكتي شيخين عبيد نحبهم اكيد، دالي ودالي ونوال وفرقة الموسيقيه وعباس بالقيد، ونحب نحييكم الفريق العامل الكل، الفريق التقني كل والمخرج وكل. بالنسبه للناس اللي تستنى في جيدي اكيد خطر طولت الغيبة صحيح كورونا وعمل قش يتسبب الكورونا نجم يخدم أترمو ما نحب دخلة جديدة حاجة قوية، فما فيديو كليب قاعد يحضر، فما أغاني، فما أغنية تونسية مع أمين القلسي وياسين حمزاوي كيما عيني طماعة نفس الديو، فما تعامل إن شاء الله مع العملاق لطفي بوشناق إن شاء الله يعني إن شاء الله في القريب نكملوا الحكاية. و وراغب قتلك الف... راغب اي 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 اكيد اكيد بيان سور ان شاء الله 2021 ان شاء الله يكون خير من 2020 برشا. اي لازم يكون خير برشا، مش خير شويه، لازم يكون خير برشا. ميرسي بوكو. شكرا. وان شاء الله كما قلت نترحم مره اخرى على روح سليم بكوش، وان شاء الله نشد ثنيته ونقدم شيء ان شاء الله. رب ليك مهدي، مهدي ان شاء الله ديما متالق نورتنا اليوم، ومسك الختام باش يكون ما بيسالش عليا ابدا تقطقه متقطقه ما قبل هذايا. مسك الختام معاك، نحب نشكر جيهان سلام كرياسيون، شكرا يسر، نشكر نرجس سوت كوتور، وبطبيعه شكرا لكل مشاهدينا، شكرا للكيب الكل يعطيهم الصحه. نتلاقاو ان شاء الله نهار السبت اللي جاي ونقعدوا مع مهدي العياشي. وازاي بعد ما فرحني
بيشمت في عزولي لقدر على بعد وابدا ولا حبش بعد وابدا لقدر على بعد وابدا ولا حبش بعد وابدا اما ناديت وترجيت يا ما ناديت وترجيت انه يرق شويه ابدا ما بيسالش ما بيسالش ما بيسالش عليا